غير الله يسر الاخوان من شي كارثه، غير الله يسر من شي كارثه، غير الله يسر من شي كارثه. الناس هما خرجوا من ديورهم الاخوان من هنا من الحي الحسني رياض الراحه في ليساسفه. هاد الناس الاخوان خرجوا من ديورهم خايفين العمارات طيح بهم، العمارات تكالوا لها السواري بالماء ديال الواد الحار، العمارات تكالت الاخوان من التحت، العمارات تكالت من التحت. كتحط يدك على الـ على الـ على الحيط كيطيح، كتحط يدك على الحيط كيطيح كيتقشر. الناس خرجوا من ديورهم، الناس خرجوا من ديورهم غير الله يسر من شي كارثه. حنا كنتواجدوا في رياض الراحه، هاد العماره الاخوان جي اشطر اللي كاينه في الحي الحسني في رياض الراحه تقدر تطيح في اي لحظه. السواري مشاو الاخوان، السواري عمرو بالماء ديال الواد الحار، السواري عمرو بالماء ديال الواد الحار. شوفوا الاخوان، شوفوا الاخوان، الماء ولا كيخرج من هنا، الماء ولا كيخرج من هنا. كنتمنوا تدخل الناس المسؤولين، كنتمنوا تدخل الناس المسؤولين، كنتمنوا تدخل الناس المسؤولين في اقرب وقت قبل وقوع الكارثه. راه لا طاحت هذه العماره بلا ما يجي حتى شي واحد، لا طاحت هذه العماره بلا ما يجي حتى شي واحد. خويا السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كمل لي خويا شنو واقع، واش عيط جا شي واحد سول شي حد؟ حتى شي واحد خويا، خارجين الناس. السيده اخت المدام جا مع الفراش ديالها غادي نديها لدار امها، هادشي اللي كاين دابا غتخوي الدار، لان ما لقيناش مع من نهضروا، لقيناكم مع انتم حاليا هضرنا معاكم. انتم جيتوا البارح وعاوتاني جيت، ما جا حتى شي واحد. الا جا شي واحد يقول ياك وراه ممكن، كلشي ممكن، وراه كلشي ممكن يطيح. مادام انت شفتي الحيوط وشفتيهم دخلتي شفتيهم، مادام الحيوط فازقين اش غتسنى؟ وماشي فازقين، ماشي فزقوا بيومين ولا فزقوا بثلاث ايام ولا فزقوا بشهر، وراه ما كينعسوش يا صاحبي. هما راه كيضلوا عندي انا في الدار، عمر الدريات راه كيضلوا عندي، الدريات راه مرضوا اصلا. وانت دابا شميتي ريحه الخنس، وريحه الخنس ديالها شحال. وراه الناس خارجين اخويا، راه الناس راه صعيبين تخلعوا. هادشي راه خاصو حل، الا ما دارش حل يخوي كلشي يخرج وخليوها تريب. لا واش هاد الناس دابا المسؤولين واش كيتسناو حتى الطيحه باش يتمو جايين؟ واش انا هما راه ساكنين بخير وعلى خير، واش عندهم مشكل؟ علاش غيسولوك فيك انت؟ والناس يكفي محاربين مع الله يزيدوا يتحاربوا عاوتاني مع المخزن. مبارك راه الناس راه غارقه عديونات، او الناس راه كتفكر على ديك التريته ولاو فكروا البلومبي. وقلنا لهم النهار الاول حنا نجيبوا بلومبي يا سيدي، عطيونا غير البلومبي اللي عارف البلان هنا. مشينا للمكتب، اجي دنيا مشيتي للمكتب؟ مشات للمكتب قالت لهم عطيونا بلومبي اللي حافظ البلانات ديال هنا. قالوا لها لا، انا بغيت نعرف فين مسؤول العماره، الناس خرجوا من هنا. انا بعدا هنا بعدا واحد جا البارح قال لك انا سانديك، انا هذا الموبل ما عمرني عرفت فيه سانديك. مني مشيتوا انتوما جا هو قال لهم انا سانديك، انا ما عمرني عرفت هذا الموبل فيه سانديك. ما كاين حتى شي سانديك ما كاين. دابا دي عماره شحال فيها؟ خمسه ديال الطبقات ياك؟ اربعه خويا، واحد اربعه، واحد جوج ثلاثه اربعه، اربعه يعني اربعه راه تقريبا 20 بارت ما كاينه. راه صعيب الناس غيخرجوا زنقتهم راه خارجين. الناس راه مني مني تاكدوا من هذا الشيء، مني شافوا راه مني دخلتهم للديور لتحت عاد عرفوا بان راه القضيه راه قاصحه. ان العماره كلها السواري ديالها صعيب الحال خويا، كلشي ماشي السواري يا صاحبي، الحيوط راه الحيط راه البارح راه كان كيتقوى من كيخرج الماء من هنا. ها هو انت راه باقي كيخرج، ها هو راه هو، شوف شوف مزيان، ها انت الحيط، ها هو هابط منه الماء، ها انت، ها انت يا صاحبي، ها انت شوف، ها انت، ها انت راه اليوم عاونته شويه الحراره نشف، ها انت شوف خويا راه هو الماء، راه هو، ها انت شوف الحيوط، ها انت، ها انت الماء ها هو خارج من هنايا. يعني دابا هنا راه اظن ان كاينه شي ساريه هنا، راه كاينه ساريه، راه هذا راه سارو، هذا راه الماء، ها هو، ها انت الماء، هذا ها هو، ها الماء ها هو، ها هو الماء صاحبي. احنا قلنا لك هذا راه مجرد كاريان في اربع طبقات صافي، هذا كاريان، راه كاريانات وما كانش فيهم الماء كيخرج بحال هكا. خرجتوا ديوركم؟ خرجتوا خارجين صافي، راه كلشي خارج يعني حتى الناس ما خرجوا. ما انت كتشوف الناس. هادشي فين اخويا؟ هادشي رياض الراحة ليساسفة جي اش 3 راه هي مازال قايد. لا نعاودو نشوفو عاوتاني واش غايجي شي واحد، واش غايجيو يديرو السلطه ما يجيوش. الله ما يجاوبوكش يا صاحبي، وانا كنقول لك هو عندي اوديو ديال المقدم معيط للسيده كيقول لها بان راه القايد راه تقلع. ما يجاوبوكش، ما غايجاوبوكش. ضربو صوني عليه المباشر، ها هو خويا صوني عليه المباشر، صوني عليه خويا، ها هو خويا.
السلام عليكم. كي دايرين خوش؟ بخير. ما بقينا فاهمين والو. عند مد الفويش هنا خارج ما عرفنا شكون المسؤول. كنمشيو كنضربو مشكيو شي واحد ما كيسمع لينا. الله يدير شي شاويل وصافي. شي نهار غتريب علينا. بنادم ساكن، بنادم عنده وليدات، بنادم عنده وليدات. انا وليتو خايفين على راسكم بزاف اخويا. والله والله احنا ما بقيناش كنعسوا دابا. حنا خارجين دابا. نقدم اخويا. عيط لي مشينا اخويا. نقدم دنيا. الله يدير شي شاويل وصافي اخويا. حنا عيطوا اخويا. عيطوا والله بزاف. راه دابا وليتو خارجين من ديوركم بالحياه. شو موت كتشوف الموج قدامك وحنا خارجين برا. راه هما كاينين الزداد حاطينهم تمايل. وليدات خارجين برا. شي صيفطنا عند العائله كله. فين صيفطنا؟ راه حشومات صافي. شي اللي غادي نقولوا والله اخويا. شكرا اخويا. الله يدير شي تاوي ديال الخير. في انتظار تدخل احد المسؤولين. الساكنه راه خرجوا من ديورهم الاخوان. انتم كتشوفوهم. الناس راه خرجوا من ديورهم. الناس خرجوا من ديورهم في انتظار تدخل احد المسؤولين. هذه العماره اللي غتقدر تطيح في اي لحظه هنا في رياض الراحه. جي اش 3 لي ساسفه. خديتي النمره ديال المقدم؟ خذ لي النمره ديال المقدم. عافاك سير خذ النمره. سير عندها خذ النمره ديال المقدم. شوفوا هذا المقدم واش كاين ولا ما كاينش. واش غادي يعلم الناس المسؤولين او لا؟ لا هاد العماره طرات تبناو شحال هادي. راه ماشي راه تبناو شحال هادي الاخوان. تخيل معايا نهار على نهار كتزيد تعمر الساريه بالماء وماشي اي ما عادي. الماء ديال الواد الحار. اختي النمره ديال المقدم عافاك عندكم. عيطوا له اختي. عطيه. عيط له. عيط له. دابا غتخوي ديوركم اختي. ما عندكمش فين غتمشي؟ ضروري. ما عندكمش فين غتمشي؟ ضروري. حنا ولينا خايفين عليهم دابا طيح عليهم العماره. خذ النمره عافاك. خذ النمره ديال اون بليس. عاوتاني مرضو نفسانيا ديك الريحه. و راه ريحه ديال هذاك حاجك الخنز. ويلي راه عرفتي شناهو الحيوطه ولاو يعطوك ديك الريحه وانت ناعس فيها. راه ما يمكنش دابا الريحه. راه تقدروا تستحملوها. ولكن هاد العمار هاد السواري اللي عمرو هاد السواري اللي عمرو لما كتعيط اخويا المقدم. كتعيط للمقدم حيت هو قال لك قال لك خصكم تشاوروني. حنا غنشوفوا العون ديال السلطه واش غيجاوبنا دابا. سي عزيز المقدم كيدير اخويا؟ كلمو باش لاباس عليك اخويا. حنا هما المتضررين ديال جي اش 3 ديال رياض الراحه. انا اللي دويت معاك عيطتي للدنيا وقلتي لها بان علميني مني جا وشوفتي فياك ما علمتكش. انا علمتك اخويا. الناس راهما خارجين وشوفتي فيها هما معايا. ممكن تجي عندنا؟ اييه مرحبا اخويا. شنو قال لك؟ هو غادي يجي. غادي يجي. خاص الحل الاخوان. خاص الحل. انتم شوفوا عماره قداش. شوف راه غيوقع لهم بحال بورغون. بحال العماره ديال بورغون. يتفاداو مشاكل. غيوقع لهم بحال العماره ديال بورغون. يقادوا الناس مشاكلهم وهي الامور غادا مزيان. الناس راه خرجوا للزنقه. هانتوما شوف الناس خرجوا كاملين للزنقه. هانتوما شوفوا السفلي كيدير كامل. هذا كامل. دخلتوا لداخل العالم. شوفوا من برا كيفاش داير. شوف شوف معايا السفلي من التحت. شوف معايا من التحت كيفاش داير. شوف معايا. شوف معايا. شوفوا معايا. شوفوا معايا الحيوطه كيفاش رشاو. الحيوطه رشاو اخوتي. وبغيتو الناس يسكنوا راه ما يمكنش. شوفوا الشرا ديال 25 مليون. 25 مليون. دابا هذا كون جا شي زلزال قوي راه مشيتو في البلاصه. في البلاصه تهودوا لتحت. شوفوا على كارثه. شوف واش هاد الناس حيت جاو مخبين جاو في ليساسفه. واش حيت جاو مخبين نخليهم طيح بهم هاد العماره؟ ما جاوش بحال العماره ديال بورغون. شفنا كاع المسؤولين حضروا. كاع المسؤولين حضروا بما فيهم السيد الوالي مهيديه. كلهم حضروا. كلهم حضروا. العمده السيد الوالي العامل القياد اعوان السلطه حضروا كاملين. علاش هاد الناس حيت جاو مخبين ما جا عندهم حتى شي حد؟ علاش؟ علاش اخويا؟ علاش؟ علاش؟ والله يهديهم اخويا. الله يهديهم. الله يهديهم ويخدموا خدمتهم. راه ساهله. الا بغاو يخدموا راه يخدموا خدمتهم. ماشي خلوا تاع عباد الله تتموت عاد نمشيو نبداو عزو فيهم وقولوا مساكن. اللهم يديروا الناس تا هو انت خير يخدموا معاهم. وشراو في بني مغشوش. يعني غنسمعوا ديك الهضره تفاش اييه ضروري غادي يبداو يمدحوا في عباد الله. ورا الناس راه محنين. عاونوهم. او يكفي الناس راه يلاه كتقاتل على التريته باش تخلصها.
32 ألف ريال ديال التريتا ولا 36 ألف ريال حتى الأرض كتهبط من هنايا الشلاطي. هو بيني وبينكم الإخوان عندنا واحد الوليدات فهمتي، حنا بغيناهم نقدموهم للأمام إن شاء الله. حيت نبقى هادشي هذا راه ما بقى حتى شي واحد على بالك بأن قسما بالله والله إلا الدريات عندها الجوج مرضوا لها بالحساسية راه مشكله. نقول بينو بين الحساسيه اللي غتما عمرها تابع. دابا هادشي اللي حنا نقولوا عادي ماشي مشكل، مازالكم كنا في السفليه ماشي مشكل. هانتو برا كاطريام بروميير دوزيام تروازيام كاطريام، شحال من ثلاجه كاينه، شحال من ماريو هاز ديال الحوايج البوطات البلبلق ايام بزاف راه تقل راه ساري. هادي راه غتدخلوا معنا الله يرحم الوالدين وغتدخلوا معنا لداخل غادي تشوفوا ديك الساريه تكلاش. راه الماء راه الحديد راه الماء كيصد الحديد، الماء كيصد الحديد مع المده. وانا راه الحديد اللي بقى في الماء كيدور ماشي تاطر المشكله مع هذا النودو. هذه خاصنا نديروا هذه بزاف خصك قدام. راه عندي الكولومبيا اللي جاو خدموا، راه كنقول لك اقسم لك بالله الى هذا الشيء واقع دابا حاليا الى جاي 3 سنين 4 سنين هذا الشيء اللي كتشوف فيه. وحنا قلنا راه غير مشكل ديال الواد الحار نسرحوا اول مره بعدا اول مره بعدا. دابا اللي بغيتو يجي دابا حاليا نداءكم لمن؟ شكون اللي بغيتو المسؤول يجي دابا؟ هو صراحه المسؤول حاليا الوحيد اللي كاين هو الوالي، راه هو اللي كاين حاليا. انا بعدا اللي كنشوف هو الوالي، هو اللي خدام، هو اللي هاز المسؤوليه كامله. من غيره راه ما خدام حتى شي واحد. شي حاجه اخرى راه ما عندي ما نزيدك خويا. راه السيد الوالي هو شوف خويا السيد الوالي مهيدي حاليا والله حتى هو اللي خدام والله يعاونو صراحه. هادشي اللي كاين اخويا وكنشكرو من الاخر. شي واحد راه ما خدامش. نداء هاد السكينه للسيد الوالي مهيديه يعني كيطالبوا باش يحضر العيل مكان يشوف شنو واقع، لان السلطات مازال ما داروا معاهم حتى شي حاجه. يعني حد هاد العون السلطه ربط الاتصال بالسيده قال لها علاش جيبي شوف تي في وما تعيطش عليا، راه لقيت تقلق. يعني هما السكينه هما خرجوا من ديورهم في انتظار تدخل احد المسؤولين في انتظار تدخل احد المسؤولين. كنتواجدوا في رياض الراحه جي اش 3 منطقه الحي الحسني. كنتمنوا من السلطات المحليه يحضروا العيل مكان على الاقل يطمئنوا الساكنه يحسوا بهم راه كاينين معاهم، ماشي الناس عندهم ضرر كبير. السلطة ما عرفناش واش هادشي في خبارهم ولا لا، واش داروا شي إجراء ولا لا. هانتوما شوف والله إلا الناس خرجوا من ديورهم قسما بالله، الناس خرجوا من ديورهم. ربطوا الاتصال بالمقدم، نتمنوا على انه يجي في اقرب وقت. هذا راه ماشي رياض الراحه، هذا رياض العذاب. انا هاد الناس اللي خرجوا لديورما السيده غادا بكرسي غادا للزنقه. هانتوما شوف هما الناس، هانتوما شوفوا معايا ها السيده غادا بكرسي وغتمشي للزنقه. الناس خرجوا صافي، مابقاوش قادرين على انهم يباتوا هنايا، مابقاوش قادرين على انهم يباتوا. نتمنى على انكم تبارطاجيو هذا اللايف باش يوصل لجميع المسؤولين، بارطاجيو عفاكم باش يوصل لجميع المسؤولين. العون ديال السلطه قال الناس راه القايد تقلق على جبتو شوف تي في تهضروا على المشكل. اها نتسناو السيد القايد تطيح العماره، مع احتراماتي ليك نتسناو حتى تطيح العماره. واش نتسناو حتى طيح هاد العماره ويموتوا ناس ابرياء عباش ديك الساعه تبقاو على راحتكم نتومايا؟ الناس اللي ما عارفين شنو واقع، الناس اللي عاد دخلوا لهاد اللايف شنو واقع وشنو طاري وشنو كاين في هاد لافير. هاد العماره الاخوان ديال الجامعي الناس شراو من عنده ب 25 مليون البارطمان، ب 25 مليون البارطمان شراو ب 25 مليون البارطمان، باقي لدابا غارقين في الكريديات دون تدخل احد المسؤولين. وكنعاود نسطر عليها العماره كامله من التحت في زقات بالواد الحار، انا الواد الحار ما عندهمش
فزقات العماره فزقات من تحت السواري فزقوا كلشي فزق. اذا هذه تقدر تطيح تقدر تطيح. حنا كنعرفوا غير الحديد اللي خليتيه في الماء راه كيذوب، اللي خليتي واحد المده طويله راه كيمشي داك الحديد ما كيبقاش. نتمنوا شي حل في اقرب وقت، لان السيد القائد تقلق فاش جينا، حنا تقلق فاش جينا كنفضحوا هادشي اللي واقع. واش غنتسناو حتى طيح هاد العماره عاد باش يبقاو على راحتهم همايا؟ المقدم ها هو عاد جا، ها هو كيتواجد مع الساكنه. المقدم عاد جا، المقدم عاد جا الاخوان، المقدم هو يلاه جا باش يحاول يخبر السلطات المحليه، يخبر السيد القائد يعني الرئيس المباشر الاول ديالو، يحاول يخبره. يعني هما الناس خرجوا من ديورهم، السي المقدم ها هو عاد جا، نتمنوا حل. قال لي تاشي يجي يدير القيد هنا، اش غيجي يدير القيد؟ الناس غطيح بهم العماره والقيد شنو غيجي يدير؟ انتم الاخوان حنا على المباشر، حنا على المباشر. يلا كلشي على المباشر يا الاخوان، حنا ما كنضرقوش الشمس بالغربال، كنضرقوش الشمس بالغربال، الشمس ما كنضرقوهاش بالغربال، حاجة كاينة كاينة وعلى المباشر. انتم شوفوا الاخوان كلشي على المباشر. خاصي تدخل اقرب وقت، خاصي تدخل في اقرب وقت. يعني دابا كنشوفوا المقدم باش يحاول يلقى حل لهذا المشكل. يعني داخل مع داك السيد، لا علاش عيطوا شوف تي في، علاش قلتوا، علاش هادي، علاش هضرتوا؟ يعني الخوا الخاوي باش يهضروا على الحل ما كاينش الحل، باش يهضروا على الحل ما هضروش على الحل. يعني باش يهضروا على الحل ما كيهضروش على الحل. ها واخا ها نزيدك اوديو اخر، ها غنزيدك فيديو اخر. ها هو خويا، ها هو هاد الناس اللي جاو وكيقولوا لي يلاه خليها تدبر راسها. ها هو اجي اشري، اجي انا هذا ما عطيتوش دابا للناس. ثم شوفوا الاخوان، الناس راه خرجوا من ديورهم، خو العماره وخرجوا من ديورهم، خرجوا من ديورهم الناس. ها انتم شوفوا معايا نعاون ديال السلطه باش يحاول يلقى على ان يلقى حل. دخل مع الناس في مشكل، علاش ديروا، علاش ديروا؟ القضيه كبرات الاخوان من بعد ما حضر العون ديال السلطه يدخل مع الناس في يلاه يلاه. برافو برافو لهاد، برافو لهاد السيد، برافو ليه يعني اللي كيقول كلمه ديال الحق. خويا شنو واقع؟ اخويا شنو كاين؟ شنو واقع؟ جا عندكم المقدم، جا عندكم المقدم، شنو قال لك اخويا؟ واش ما بغيناش نحضروا؟ ما بغيناش نحضروا؟ قال لك دار خدمته، هو خدمته راه دارها، وصل القايد، هو وصل الميساج للقايد، صور داك الشيء للقايد وصيفطوا للقايد، السيده مشات عند القايد قال لها دابا هاد الشيء واش كيبغي يتصاور؟ هاد الشيء واش كيبغي يتصاور؟ بلاتي تصنت انت، مش المقدم خدمته اللي عليه دارها، جا صور وصل للقايد. انت ملي مشيتي عند القايد شنو قال لك؟ عيط لليديك. اه اييه ليديك هما اللي غادي يجيو. ليديك اشنو قالوا لك؟ قالوا لي الماء ما خارش، ما خارش. والقايد مني قلتي لي بغيت نصلح اشنو قال لك؟ لا حول
قالك ما نقدروش حنا ما نقدروش نخليوك تريبي ولا تصلحي ما نقدروش نخليوك تريبي وتصلحي وشنو كيتسنى لا شنو كيتسناو ايوا خويا ما عرفتش يتسناو الموبيليري صافي يخليهم قال ما تجمعتي ريب دابا هي غتجمع حويجه انا غادي نديها نحيدها نديها لدار خوها دابا ونشدوا الدار وصافي ونخليوها حتى يديروا اللي بغاو يديروه يديروا ليه الساعه هات 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 واش دابا مقدم يخاف على بلاصته ويخاف هادو وما يخاف فينا هو السيد القائد فينا هو السيد القائد علاش ما يجيش السيد القائد يجي شخصيا علاش ما يجيش راه كاين ضرر كبير راه الناس خرجوا من ديورهم علاش ما يجي السيد القائد ويقول لي بانني جيت انا بعد ما عمرني شفت القائد واحد اللي قال لك انا سانديك ديال هذه المنطقه فينا هو يعني السيد القائد مصيفط لنا عون ديال السلطه خص يجي القائد شخصيا لان هذا مشكل كبير هاد المقدم راه الدور ديالو هو الاخبار اخبار يعني هو دار خدمته دار الاخبار علاش ما يجي السيد القائد ويجي الصوت وتحت طيح هاد العماره الدم مسكين خدمته كيديرها كيصور بري يصور جا دخل الدار صورها بلدي ولكن هاد الشيء راه دازت عليه دابا سيمانه وما يزيد والناس مني كيكون موبل فيه كارثه راه الا وصلك السيد القائد وصلك الميساج راه خصك الغد لي على الاقل جيت تبرد الناس وتطفي لهم العافيه وتحيد لهم الخلعه طمئنهم طمئنهم يرحم لك الوالدين وتقول لهم اودي غيكون خير وانت ديك كلمه خير ما جيتيش قلتها لهم وتجي تقول ليها بان راه القايد وصلوا ميساج من الناس تقلق تقلق وراه هادشي راه مسجل عندي راه حشومه راه فوضى هادي اخوان الله يدير شي تاويل ديال الخير 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 من ديورهم علاش ما يجي السيد القائد شخصيا ويلقى حل لهاد الناس اللي خرجوا من ديورهم علاش السواري عمرو بالماء ديال الواد الحار علاش هاد الناس هادو ما يلقاش لهم حل علاش يبقاو هما في الزنقه واش حيت جاو مخبيين في ليساس فما جاوش الشارع مولاي يوسف علاش خاص شي حل خاص شي تدخل في اقرب وقت عند كبار الناس المسؤولين العون ديال السلطه دار خدمته صور ودار الاخبار علم الرئيس المباشر الرئيس الاول المباشر ليه واللي هو السيد القائد كان السيد القائد خصو يحضر خصو يجي لعين المكان ويطمئن الناس ويقول لهم شنو واقع وشنو كاين وشنو طاري حتى الاخوان راه مابقاش كيعجب هادشي مابقاش كيعجب هادشي مابقاش كيعجب عمارة تقدر طيح في اي لحظة والسي المقدم داخل في نزاع خاوي علاش قلتي علاش ما قلتيش علاش قلتي علاش ما قلتيش عوض ما يلقى الحل عوض ما يلقى الحل لهاد الناس رجال الامن حتى هما حضروا لعين المكان يعني رجال الامن جاوا لعين المكان حتى هما عرفت شنو غيديروا هما كيغادروا في هاد الاثناء جاوا البوليس ومشاو يعني البوليس هما جاو مشاو كارثه الاخوان كارثه تقدر توقع هنا في ليساس ولكن هاد الناس راه جاو مخبيين ما جاوش في الشارع الزرقطوني ولا جاو في الشارع غاندي ولا في الشارع المسيره جاو في ليساس في رياض الراحه مخشين لداخل دونك لا طاحت العماره تمشي يموتوا هاد الناس ما عندنا ما نديرو بهم هادشي اللي فهمت من عدد الناس انا هادشي اللي فهمت فخاصي تدخل اقرب وقت رجال الامن رجعوا لعين المكان ولكن مشاو ما عرفناش علاش مشاو البوليس جاوا لعين المكان ما عرفناش علاش مشاو هانتوما شوفوا الناس فين جالسين واش ترضاوا على راسكم هذا رياض الراحه جي اشطروا ناس كيقولوا بان السواري عمرو بالماء يقدروا يطيحوا اقرب وقت وفي اي لحظه العون ديال السلطه دار الاخبار دار اللي عليه ما كانش خصو يدخل في الخاويات مع السكينه يعلم السيد القائد راه الناس كيطالبوا بالحضور ديالك يعلم السيد القائد راه الناس كيطالبوا بالحضور ديالك حتى الاخوان راه ما يمكنش
ما يمكنش انتم تشوفوا الناس جاوا خباوهم في رياض الراحه، العماره بناها الجامعي دا الفلوس، بارطمان ما طالعته ب 10 المليون كيبيعها ب 25، الناس باقين غارقين في الكريديات، باقين غارقين في السلف. وفي الاخير السيد القائد تقلق، لحقاش جينا صورنا وفضحنا المستور. خاص شي حل، خاص شي حل الاخوان. هاد العماره كامله الناس راه خرجوا، راه غيباتوا في الزنقه واقيل، الناس راه غيباتوا في الزنقه واقيل، الناس راه غيباتوا في الزنقه واقيل، ولحد الان مازال ما جا حتى شي حد. جا المقدم خاص شي حل. يلا 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 راجل هربان غطوا له تقريبا 5 سنين و 40 ومخلي السيده كتخلص بيتها من الحمى كتمشي تسلم باش كتخلص بيتها وقيد ماشي كيجي يقول لها شي عند الناس واش خاصك بيتها تخلص عليه. الناس هما دخلوا في حاله ديال الاعصاب والانهيار، راه هادشي صعيب. على الاقل السيد القائد يجي يحضر يطمئن الناس في هذا الليل، يجي يطمئن الناس، عافاكم راه ما تخافوش وهادي، وغلقوا الحل ويربط الاتصال بالجهات المختصه ويصيفط شي لجنه مختصه من العماله، ولا الجامع يجيب شي مكتب ديال الدراسات يشوف شنو واقع في هذه العماره، واش الناس يقدروا يسكنوا ولا لا. راه الحياه ديال المواطن المغربي هذه اللي كنهضروا عليها، راه كنهضروا تقريبا على 20 بارتمان، وكل بارتمان فيها اسره، كل بارتمان فيها اسره. او دابا هذا غيهز عائلته غيديهم، والناس الاخرين غيبقاو في الزنقه. الناس ولاو خايفين يباتوا صاحبي، ولاو خايفين يباتوا في هاد الديور هادو. 25 مليون ما طالعتها ب 10 المليون، والناس غارقين كريديات ويبقاو في المشاكل، حياتهم كلها غيبقاو في العذاب. جاو البوليس ولكن مشاو، ما عرفناش علاش مشاو. جاو الدراري ديال البوليس، جاو لهذا المكان، وقفوا شافوا شنو كاين ومشاو غادروا. ما عرفناش علاش غادروا، نورمالمون خاص حل. لأن الناس راه خارجين من ديورهم. واش حيت جاو مخبين، كنعاود نقولها لكم ونكرر، واش حيت جاو مخبين جاو في لساسفة. واش حيت ما جاوش في شارع الزرقطوني، ولا جاو في شارع المسيرة، ولا في شارع مولاي يوسف، ولا في شارع أونفا، أولا في بولفار لاكورنيش. هادشي علاش غيبقاو هاد الناس هنايا؟ ما يدارش لهم الحل. حنا كنتواجدوا في رياض الراحة، لساسفة، منطقة الحي الحسني، جي أشطروا. دوز السكن الاقتصادي، شري ب 25 مليون، دخل الكريدي، دخل الكراج، دخل العذاب، وتعيش في العذاب. كاين اللي كيقول انا غنشري قبر الحياه، غنشري اربعه د الحيوط ونتخشى فيهم ونبقى ترونكيل، ولكن لا، ولكن لا، راه كيشريو العذاب. هذا واجب اخويا، بالعكس حنا غنوقفوا مع هاد الناس حتى يدار لهم الحل، حتى يحضر احد المسؤولين. السي المقدم راه غيقوم بالاخبار، الله يرحم ليه الوالدين، ني غيعلم الرئيس المباشر ديالو الاول. وبيني وبينكم الناس ولو كيناشدوا السيد الوالي السي مهيدية، ولو كيناشدوا السي مهيدية باش يجي يحضر العيل مكان يشوف شنو واقع قبل ما تطرى الكارثه، قبل ما تطيح هاد العماره. طاحت عماره في بورغون، وعاوتاني هاد العمارات هي تقدر تطيح، لان السواري كلهم عمروا بالماء ديال الواد الحار، كلهم عمروا بالماء ديال الواد الحار. الله يرحم ليكم الوالدين لما بارطاجيو هاد اللايف، بارطاجيو هاد اللايف يوصل لجميع المسؤولين. هاد اللايف يوصل لجميع المسؤولين.
جميع المسؤولين وصل لهم هذا اللايف، خصهم يعرفوا بان الناس راه خارجين من ديورهم غيباتوا في الزنقه، لان هاد العمارات تقدر تطيح في اي لحظه، السواري كلهم فزقوا بالماء. بالعكس خويا علي، هذا واجب، بالعكس هذا واجب، غنوقفوا مع الناس حتى يتلقى لهم الحل. هذا الدور ديالنا، قناه شوف تيفي، قناه الشعب، غتبقى مواكبه مع هاد الناس حتى يلقاو حل. يمكنش يسير ابارتمون ب 25 مليون من عند منعش عقاري الاسم ديالو الجامعي ويخليهم واحدين لحقاش ما يديرش لهم الواد الحار. كرهنا السيد الوالي وصل ليه هذا الميساج، ما كرهناش، ما كرهناش السيد الوالي يوصل ليه هذا الميساج ويدير شي تدخل من عنده. ما كرهناش، ما كرهناش، كرهنا السيد الوالي يدير شي تدخل من عنده، السي مهيديه ما كرهناش. دابا الناس راه شراو، تقولبوا الناس، تصيدوا، شراو الديور، خلصوا الفلوس، دخلوا للبنكة، دخلوا للكراج، حتى الإنارة العمومية ما كايناش، هانتوما شوفوا. مظلمة عليهم الدنيا، ما عرفنا السيد القائد فينا، واش غيجي واش ما غيجيش. السي المقدم راه حاضر هنا، ما عرفنا شنو غيدير. حنا ماشي ضد السلطة المحلية، وإنما ضد هادشي اللي واقع دابا. السلطة المحلية راه غادير خدمتها، السي المقدم راه دار الإخبار، علم السيد القائد، طبيعة الحال غادي تقلقوا لحقاش جينا وفضحنا وكشفنا شنو واقع. ربما السيد القائد يكون ما دارش الخدمة ديالو من الأول، ربما، الله أعلم. وبما أن الساكنة خارجين راه خاص شي حل، الساكنة خرجوا من ديورهم، خاص شي حل في أقرب وقت. دابا وقع اللي وقع، الناس شراو، طرا اللي طرا. نتمناو من السيد القائد يجي لعين المكان باش يشوف هادشي اللي واقع هنا في رياض الراحة، جا اش طروا. يعني ولينا كنوجهو النداء للسيد القائد باش يجي لعند هاد الناس، الله يرحم ليكم الوالدين. بارطاجيو هاد اللايف باش يوصل للسيد الوالي، السي مهيدية، الرجل النزيه اللي فين ما مشى كيخلي بلاصتو نقية، البلاصة اللي مشى لها كتقاد. هما الناس فين واقفين، هانتوما شوف، هما الناس فين واقفين. والناس راه اصحاب ملك، راه شارين، الناس راه شارين، الناس راه شارين، شارين شارين اصاحبي، شارين لي زابارتمون 25 مليون. الله يدير شي تاويل ديال الخير. حنا كنتواجدوا في ليساسفا رياض الراحة، جا اش طروا، العنوان راه باين. العون السلطة راه حاضر في اي المكان، البوليس جاو ومشاو، يعني وقفوا ومشاو، ما هضروا مع حتى شي حد. السيد القائد مازال ما جاش، الله يدير شي تاويل ديال الخير. غنوصل على نهاية هاد البث المباشر، غنتلاقى دابا غنحبس هاد اللايف ونتلاقاو في بث آخر إن شاء الله من دابا شوية.